خلال شهر رمضان المبارك والكريم يصعب علينا القيام بالتمارين الرياضية خاصة في فصل الصيف، إلا أن مدربة اللياقة البدنية مباركة إبراهيم تتحدى حرارة الصيف والعطش، فهي تقوم بتدريب زبائنها كالمعتاد وتقدم لهم النصائح والإرشادات لممارسة الرياضة أثناء الصيام. يعتبر النشاط البدني خلال شهر رمضان ولو بشكل بسيط مفيد جداً، لذا تقدم مدربات اللياقة مباركة إبراهيم لزبائنها تمارين رياضية في مواعيد خصوصية تماشياً مع الشهر الفضيل للمحافظة على نشاطهم ولياقتهم البدنية. بالنسبة لي التوازن مهم جدا لأنني أقوم بتدريبات رياضية، وخلال شهر رمضان أنقل المواعيد إلى الصباح الباكر عندما نكون في كامل نشاطنا. أنصحهم بعدم بذل مجهود كبير واتباع الأساليب الصحيحة، ومهما كانت الأهداف الرياضية سواء بناء عضلات أو تخفيض الوزن فيجب وضع الأهداف جانباً خلال رمضان، لأن الجسم بحاجة إلى طاقة ولا يمكن تزويده بالغذاء أثناء الصيام. شهرة مبارك، كونها أول مدربة رياضة مسلمة ترتدي الحجاب كانت مادة دسمة للعديد من الصحفيين والبرامج التلفزيونية، وآخر ظهور لها كان مع الإعلامية أوبرا وينفري. كانت تجربة مميزة، تمحورت الأسئلة حول الرياضة وتحدثنا عن الدين الإسلامي كالإيمان والمعتقدات والصلاة، وتطرقنا إلى العلاقات الإنسانية والزواج. كما وتحاول مباركة تقديم الصورة الصحيحة والمشرقة عن المرأة المسلمة، حيث تأمل أن يتفهم المجتمع فعالية دور المرأة في مختلف المجالات. كمسلمات أمريكيات نحاول التركيز للانخراط أكثر في المجتمع ومع الأفراد، لأن الخوف من الإسلام موجود فقط لدى الذين لم يتعرفوا علينا عن كثب. نشاط وحماس مباركة جعلها تسافر إلى السعودية لإلقاء محاضرات وأعطاء بعض النصائح للمحافظة على الرشاقة ولحياة صحية. دعيت إلى جامعة الملك عبدالله قسم العلوم والتكنولوجيا، والتقيت على مدى يومين مع بعض الطالبات، حيث قدمت محاضرات عن الحياة الصحية وأهمية التمارين الرياضية. وتضع السيدة إبراهيم تحت تصرف زبائنها خبرة عمرها 12 عاماً، فالحياة الصحية في الشهر الكريم تكتمل في ممارسة بعض التمارين الرياضية واتباع نظام صحي وسليم. رسالتي أن نجد الوقت للتركيز على الجانب الروحي في هذا الشهر المبارك دون إهمال النشاط البدني، لأننا بحاجة إلى هذا التوازن، وإيجاد الوقت للتركيز على كل هذه الجوانب يعني أننا وصلنا إلى حياة صحية. مروان زعتر لبرنامج اليوم.